اثنين، العرب كان في دين اسماعيل عليه السلام، ابراهيم عليه السلام ودين اسماعيل، ومشت العرب تقريبا 2000 سنة على الحق، وبدت الانحرافات اخر 400 سنة تقريبا، وان كانت الانحرافات ما هي بتبدا شوي 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 شوي. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال، او الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا، ان الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الامة، يعني من يجدد لها دينها، شو المقصود؟ البشر ما هم بيدخلوا بيدخلوا بيدخلوا، فبدها عملية تنقية دائما. مين بيقوم بهالعمل؟ العلماء في كل مجالات. يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويجدد لها دينها يعني. طيب الآن فكان فالعجيب أنه العرب صح طالت الفترة وبالتالي دخلت التحريفات، في النهاية العجيب أنه فعلا في عالم الأنعام، وبالذات العرب كان أكثر ما عندهم الغنم والإبل، يعني يبدو البقر مش كثير في الجزيرة كان وقتها، بالذات الإبل